الممثل القدير الأستاذ نقولة دانيال فخر الصناعة الوطنية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني أنا من قلبي حبي أحكي وما عم بعرف شو بدي أحكي قدام الموهبة اللي والقصص اللي عم تقدم لنا إياها واللي عم نشوفها على التلفزيون بالأدوار عم تقدمها. تحكي كل شيء حلو أساساً. أنت الحمد لله أنه عم بيصير في مجال لحتى الممثل يبين اللي عنده. يعني أنا بتعرفي صار لي زمان يعني بالمصلحة وعم نوع بالأدوار، وهيدي من حظي إنه عم يكون في كتابة منوعة. يعني وقت اللي بيكون في كتابة منوعة وبتسند للممثل اللي عنده شيء يعطيه أدوار مختلفة ببين قديش ما هو عنده مساحة إبداع بين مزدوجين. يعني أنا بقول دائما لا مبدع ومش بس بشهادة الكل مبدع. يعني عمال نستعمل الكلمات يمكن الرائجة صارت هيك بدون بشكل عفوي. تستاهلها عن جد. يعني عن جد تستاهلها. استاذ الأولى نحن يعني منشوف ومنتابع ومنحس عم تلعب أدوار رائعة. يعني دور بأنت مين هيدا الدور، يعني أنا عم أقول كيف عم يقدر يلعبه بهالتألق. هيدي الشخصية أول ما قريتها على الورق أنا انغرمت فيها وحسيت قديش ما في صعوبة وقديش ما بده يكون الممثل عنده خبرة، يعني يكون في وراها تجربة، وانطلاقا من المحبة والشغف أساسا بحب التمثيل وإيش ما تلاقي بلشت ألعب الشخصية بمتعة. وكنت طبعا مفكر فيها ومحضر لها وأنا ما بعمل حتى لو المشهد الصغير، يعني بكون دارس وتقنه حتى الخط العام ضل ممسوك وضل الشخصية واضحة وضل تغتني يعني من كل مشهد لآخر. شخصية أسعد من الشخصيات اللي أنا حبيتها كتير وانغرمت فيها ولعبتها بكل شغف ومحبة، والجو كمان الجو العام يعني كل الزملاء اللي موجودين حوالينا، الكاتبة موجودة معنا كارين، المخرج إلي حبيب، تعاون بحب يعني وبمتعة. شو شدك لقاله هيدا الدور؟ أول شيء أول مرة بينطرق وبتركب هيك شخصية. يعني ما حدا بيحكي عن هالناس، هودي الناس المهمشين، ناس عايشين بالحضيض وهن حاملين على كتافهم تقل ماضي كبير، ماضي مؤلم وفي بداخلهم إحباط وأسى وحزن كبير، ومستمرين بالحياة ويستعيدوا وهن عايشين بين أحلام اليقظة، بين المرض وما بين اليقظة اللي هي مريرة. هاي الشخصية ما كتب مثل بعض يعني، ومن هالفئة من الناس اللي هي عاشت الحرب وانصدمت وصار إلى آخره، هودي من كتب شخصية شدتني بالجد اللي موجود فيها والجدية اللي هي كتبتها فيها كريم. عم نشوفها كمان بدور بمسلسل الكاتب. نعم. خبرني شوي عن هيدا العمل. العمل تفاوتت حوله الآراء، في ناس حبت في ناس ما حبت بالمرة، شو بتخبرني عن هيدا العمل؟ هيدا النوع من الكتابة البوليسية يمكن مش معودين عليها بعضهم الجمهور كتير، وبدها متابعة دقيقة وبدها تحليل وبدها تفكير. يمكن يكون بدها جمهور معين، يعني مش الأعمال البسيطة بتتبعها كل الناس ببساطة وبتمشي معها لأنه ما بتشغل راسها كتير. بقى هذا النوع مع كل أنا يعني كتابة جيدة وإخراج جيد وتمثيل جيد وكله معمول بإتقان يعني. وهذا المسلسل معي خبر إنه قبل ما ينعرض فات على نتفليكس دغري يعني، وبالفعل هو شغلة مهمة يعني بالدراما العربية. خليني أقول بس إنه هلأ كجمهور ما فينا نحكم، هذا بتضل هذا حق الجمهور إنه يحب يتعاطف أو لا يتعاطف، أو إنه يقول هلأ أنا برمضان بقى بشوفه بعدين على رواء، لأنه بتعرفي الموسم خير وخصب. أستاذ مولا وين بتشوف الدراما اللبنانية هالسنة؟ قدي التطور اللي فيها؟ نحن دايما من أحسن لأحسن، نحن حقيقة الدراما اللبنانية دايما من أحسن لأحسن. وبرجع بقول يعني إنه إن شاء الله الكتاب يدلوا يكتبوا والمنتجين يفكروا بالدراما اللبنانية وفكروا بكل فئات الممثلين الموجودين اللي عم بيشتغلوا لحتى تضل الدراما اللبنانية غنية، حتى ما نضلنا بمستوى معين كادوا انه يتوقفوا عنده. وان شاء الله هلا عم بصير في تغيير. كتير عم ينحكى عن قصة الشباب، نجوم الشباب اللبنانية انه بدهم شغل ولازم لهم شوية يعني عمل على انه يشتغلوا على حالهم. شو بيقول استاذ نقولة بهالموضوع؟ يعني انا بعرف نوعيات من الممثلين الشباب عندنا بلبنان ورائعين، بس انا برجع بقول لك
إذا بدنا نضل نكتب على نمط معين بيضلوا الشباب على مستوى معين من الأداء ومن النجاح. أنا بقول للي عم يكتبوا نوعوا غمقوا فوتوا على قضايا جديدة، مش بالضرورة يعني نضلنا على المستوى هيك الإنساني العام. في المحلية إلى أهمية كبيرة في مشاكلنا، زواريبنا، مشاكلنا من ماضينا لحاضرنا، كيف نقدر نشوف مستقبلنا. غمقوا بالكتابة بتلاقوا إن الممثلين عم يتبعوكن وعم بيأدوا اللي بدكن إياه.